ده عندنا بقى يا عم مكر، اه ده عندنا في العالم بتاعنا العربي. هو ده اللي هو فيصل وعبد الناصر، ده فيصل وعبد بطولة الناصر. الدورة الرياضية العربية الرابعة بالقاهرة سنة 64، أهي جريدة مصر الإخبارية الناطقة إنتاج أهو أهو التلفزيون. يا فرج النبي، لقينا حد عمل حاجة. الله، ملك فيصل وجمال عبد ملك الناصر. فيصل الله يرحمه، جمال الله يرحمه. شوف اللي حواليهم بقى، يا نهار أبيض، ثروة لا تقدر بأموال الدنيا. مرحبا فيصل وناصر، الله عليكم. طب ده ممكن مثلا يبقى فيه منه في السعودية بذمتك؟ لا والله. لا شوف طول عمرنا عندنا علاقات قوية ازاي بالسعودية وبأهل السعودية وبعدين تحس انهم معتادين جدا على انهم لا يتقابلوا ويقعدوا، مش عارف ايه، مش زيارة لا مش زيارة، لا غريبة يعني. لا لا لا. وبلغ التنافس أشده بين العدائين العرب على الفوز بسباقات ألعاب القوى التي أقيمت على مضمار الجري باستاد القاهرة. كذلك أقيمت على الاستاد بقية ألعاب القوى الأخرى. النصيب الأوفر من ميداليات الفوز لأبطال الجمهورية العربية المتحدة، كما فاز أبطال المغرب أيضا بعدد من الميداليات. أما كرة القدم فقد كانت مبارياتها مسار اهتمام الجميع. اشتركت في بطولة الدورة للكرة 10 فرق عربية قسمت إلى مجموعتين. وقد كانت المباراة النهائية على بطولة الدورة بين فريقي السودان والجمهورية العربية المتحدة. تلك المباراة التي أمها جمهور غفير احتل مدرجات استاد القاهرة الدولي. انتهى الوقت الأصلي بين الفريقين بتعادلهما بدون أهداف، فلعب الفريقان وقتا إضافيا على شوطين لمدة نصف ساعة، وعبثا حاول كل فريق أن يغزو مرمى الآخر حتى نهاية المباراة التي عمرت بالكفاح والندية والإثارة والمتعة. وشهدت ملاعب كرة السلة بنادي الجزيرة لقاءات الفرق العربية التي شاركت في بطولة الدورة لكرة السلة.
وبعد مباريات تميزت بالجسارة كانت المباراة النهائية بين الجمهورية العربية المتحدة والسودان. فوز الجمهورية العربية ببطولة الدورة في كرة السلة. السيد الرئيس جمال عبد الناصر وضيفه الكبير، حيث اخذت الافق تصفق ترحيبا وابتهالا.